السلام عليكم. السلام عليكم الأحباب في العام الجديد هذا. المهم اليوم حبيت ندير الكسكس طعام. والله عندي كيف يقولوا هذه حطيت فيها واحد نص كيلو باسكو ندير بور 4 بيرسون. وهذا الطعام الله واش ندير له، نحط له شوية زيت، زيت نورمال، زيت تاع كيفاش يقولو هاد الزيت، صنو بلوم غير شوية هكدا برك. باش ما يلصقش هكدا ونخلطو مليح. نغلق القرعة هاي راح نحط الماء ولا ما لصق لصق صدر الزيت دخل فيه كاع صافا. الوغ نوريكم بعد واش ندير دوك، ندير له شويه ما نغطيه بالماء ومن بعد نوريكم. ورا درت الماء شوف فيه غطيته باش كيفاش يقولو الغبرة هاديك تاع الطعام هذاك تخرج، ولا كيفاش يقولو النشا تخرج باش ما تولي ما تلصقش ويكون صافي. دوك نصفي الماء هذاك حتى يتنحى كاع، نصفيه كيما قلت بالعقل، نخرج بالعقل ونخليه 15 مينيت ينشف. فوالا هنا راني نقلب طبخي، نسحب الطبخ كيما يقولو نقلب طبخي كيما في الحايط. اللحمة تقطع بالبط بصل بريبار البصل، اللحم اللحم غني و تاع البقري، والخضرة كورجيت بطاطا وزغوطية. ما في فيديو هنا، ما عندي فيديو بس الكسكس كسكس متحمس وهذه راسي حامل جدا في كسكس مطلع ثم بطل ولا هنا كاين الماء وشوية ملح باش نحطو في الطعام. الطعام خرجتو بلا ديزيام فوا، نديرلو شوية ماء، نخلطو شوية ماء باش يشرب ومام طون يولي شوية مالح، صدير الطعام يولي شوية مالح. الكورجيت خليتهم حتى لاخر، والفلفل راني خرجتو نحيتو من الصوص من القدرة. هذا راه تطلع ولا تحمر كمل رطب. ندير شويه زبده لداخل ونخلطو لداخل، نحطو هنايا ونخلطو، ندير له شويه مرقه باش يعطي له قوه. المرقه طابت، الله بقى لي غير نسقي ونشمخها بشويه بالمرقه. دوك نغطيها ونخلطها شويه. فوالا شهية طيبة، كورجيت كاروتن الفلفل بابريكا حمص بطاطا اللحم تاع بكري اللحم تاع خروف.
وشهية. أيوة. إيه صوب لي كما نقول الهريسة. سيد الهريسة بلا طعام سيبا مش هي طيب. اي فوالا وظهر عزت ابراهيم فريمون الدكتور نائب الرئيس العراقي سوبر المرحل صدام حسين في شريط كما يقولوا شمكت الإمارات وهو يدعو المحتجين كود كي لمواصلة التظاهر حتى تسقط الحكومة. و بدوري كي أثار يكون مليح كما يقولوا المحتجين اكتشفت بصفة راكعة مسحته كما يقولوا. محافظة بابل ما نفته مصادر رسمية والسلام عليكم. تقول